الصخرة التي تحمل المدينة اسمها بالأمازيغية أزرو، ملاذ وحيد لكل الراغبين في التركيز وتبادل الأفكار حول مقررات البكالوريا هذه السنة. إنهم المرشحون لاجتياز امتحانات الدورة الأولى للين لشهادة البكالوريا، يستعدون. فما هي ظروف التهيئ؟ كنوضو بكري، كنجيو لهاد الحديقه هادي ديال اقشمير، كنجيو كنحفظو فيها لان الجو هادئ وزوين وما كلشي كيحفظ فيها. كنرجع انا وصحاباتي اللي خصها شي حاجه كنعطيها لها، الا خصتني شي حاجه كتعطيها ليا. وبالنسبه للدروس مزيانين هاد العام وكنتمنى التوفيق لكلشي. وبالنسبه للاساتذه ديالنا بانه داروا معنا فوق الجهد ديالهم، لا بالنسبه لحصص الدعم ولا بالنسبه للحصص العاديه. المسافة الزمنية الفاصلة بين الاستعداد وإجراء الامتحانات لا تتعدى العشرة أيام. ضغط يعيشه المرشحون أولا كلما اقترب الموعد. كنا نعرف كنديرو بحال كنا اليوم الفيزيك، غدا الماط، بعدو السيونس، وكنمشيو هكا كنبريباريو شويه وكنتعاونو حنا بربعة بينا. نتمنى إن شاء الله يكون إن شاء الله هاد السنة تكون فيها نسبة النجاح إن شاء الله كثيرة، مع أن هاد العام كان فيه مستوى دراسي متميز. ما لقينا لا صعوبة، الحمد لله ما كانوا لا إضرابات لا والو، الأساتذة عاونونا، عطاونا ما عندهم، والكمال على الله وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. هذا ما نتمناه للجميع بالطبع، لكن التحصيل والاستعداد الجيد أمران لا محيد عنهما في انتظار أيام الامتحانات المقررة ما بين 11 و13 من يونيو الجاري.